نحن رفقة الأهلي محتلين المركز السابع ب44 نقطة، ولدي 89 ألف أورو في محفظتي الشخصية. الهدف هو أننا ننتقل من الدور السعودي إلى أحد الدوريات الأوروبية. اليوم عندنا مباراة ضد نادي الأخدود. مستعدون لهذه المباراة الحماسية، الأهلي ضد الأخدود، لنرى ماذا يطلب مني المدرب الذي لا أتحدث معه. 8.5 تقييم، أكمل 5 تمريرات واستعد الاستحواذ 3 مرات. يلا بسم الله، بداية المباراة إن شاء الله الفوز والتسجيل في هذه المباراة. يلا 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 يلا، قول فراس ضيعها، لو كنت مكانها لسجلتها. أوكي يلا يلا، التسديد يا الحارس، يا يا لا اضغط عليه، اضغط عليه، اضغط، هديها شوي، هديها هاي. لا الله، ضربة جزاء، نعم اكتسبت ضربة جزاء لأنني أسطورة في المراوغة. يا السلام عليك الأسطورة فريمد في التنفيذ، حطها في الجول. يلا فريمد، يلا فريمد فريمد فريمد، جول. يا سلام، كالما كالما كالما، يا سلام، هدف أسطوري، هدف أسطوري، هدف من ضربة جزاء عادي. يا سلام يا سلام، حطها في الزاوية الصعبة للحارس بيدروزا هذاري، والحمد لله الحارس. أبعدت الكرة، أبعدت الكرة، والله أبعدت الكرة، لو تشاهدون في الفار أني أبعدت الكرة. هذاري هذاري، أوي الحمد لله القائم. أضرب ويسدد، آي 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 آي. أوكي 7.6 التقييم، جيد. لا لا، يلا يلا، لا من الاول، لا من الاول. Wait a minute. يلا فراس، يلا، لا اي اي اي، فراس لم يمررها في الوقت المناسب. نهاية المباراة 1-0، التقييم كان 8.3 والمطلوب 8.5. مهمتين الأولتين تم تنفيذها بنجاح. اليوم عدنا مباراة ضد نادي أبها، ما زلنا محتلين مركز السابع ب47 نقطة. بالطبع الأسطورة فريمد أساسي، ولماذا محرز غير أساسي يا جماعة؟ لا أدري لماذا. يلا بينا ليتس جو، أجواء رهيبة على ملعب الأهلي، لا أدري اسم الملعب الأهلي، أخبرنا في التعليقات. يلا التقييم 8.5، تجنب الخسارة وسجل مراقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء. لا، تيشيرتات متشابهة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا التسديدة من فريمد، بعيدة 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 بعيدة. يلا فريمد فريمد، التسديدة والحارس تطرشانو يا جماعة. يلا التسديد والتطرشانو، لا استطيع التمييز بين صديقي وخصمي في هذه المباراة. حذاري 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 حذاري، والحمد لله. يلا التسديد والتطرشانو، والله طويل هذا تطرشانو. يلا التسديد والتطرشانو مجددا، ونهاية الشوط الأول. إذا سأقوم بمحاكاة المباراة إلى النهاية، خسرنا 1-0، خسارة مذلة. ما زلنا في المركز السابع ب47 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز السادس الذي هو مهم بالنسبة لنا، كل المراكز مهمة أكيد. إذا مباراة اليوم الأهلي ضد الفيحاء، فريمد أساسي، نعم الريد 79، سنفوز في هذه المباراة بكل تأكيد. ليتس جو، يلا بسم الله على بركة الله، الفيحاء الأهلي. يلا مهام المباراة، تقييم 8.5، نجاح المراوغات 20%، نجاح التمريرات 40%. يلا بسم الله على بركة الله، نبدأ على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا الأهلي أنا وديو مدى دمي فلسطيني. لا لا، حذري والجول، وقائم، يا الله، حذري التسديدة، حذري من التسديدة والحارس. يا سلام يا سلام يا سلام، يلا يلا محرز سدد، الله، جول ضاعت، يا الله، فريمد يسدد، جول والحارس. يلا
يلا التسديده جول جول، والدفاع الدفاع يتدخل والتسديده مره ثانيه. هايله هايله فراس فراس فراس، يلا يا رياض يلا 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 جول جول جول. يا سلام الفنان الفنان فريمد يسجل. بالله عليكم شوف الأسطورة يا الله. الحمد لله كانت قوية ذي الكرة في شباك المخضرم الحارس فيحائي. إن شاء الله هكذا تم تنفيذ المهام كلها بنجاح. هايلة التسديد جول الحارس توجوبيش. يلا فريمت جول لا تريد. هذاري 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 هذاري، والحارس الحمد لله نهاية المباراة 1-0 بهدف الأسطورة الفنان المهاري الإعجازي فريمد. هكذا أدلع نفسي يا جماعة الخير بكل الألقاب. يا سلام كل التهاني لفريمد، نفذنا كل المهام مثل ما قلت لكم، حصلت على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. يجب علي أن أخترع طريقة احتفال خاصة بي. تخيلوا إنتر ميامي من الممكن أن يتعاقد معي، مفاوضات جارية، لدينا أكثر من 100,000 أورو سنقوم باستثمارها، سنقوم بالاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة يستهلك منا 115,000 أورو. كما أنه لدينا 3 نقاط مهارة سنحتاجها، سنحتاجها في المراوغة لأننا نحتاج مراوغة التمركز الهجومي. تمام، تبقى لنا نقطة واحدة فقط إلى المراوغة هنا. تمام، المركز 7 ب50 نقطة منصفة بالتساوي مع نادي الوحدة صاحب المركز 6. أوكي، لعبت 32 مباراة، سجلت 11 هدفا و3 تمريرات حاسمة، 16 مباراة شباك نظيفة. يلا مباراة اليوم عندنا ضد الفتح الذي يمتلك 35 نقطة. الريد 80 يا جماعة، واو أنا هو نجم الفريق، ليتس جو. يجب علي الانتقال إلى فريق أقوى في الدوري في إحدى الدوريات الأوروبية ولا الدوريات العالمية من أجل الحصول على الكرة الذهبية إن شاء الله عن قريب، وهذا هو هدف أريد الوصول إليه. 8.5 التقييم، استعادة الاستحواذ 3 مرات وتسديدتين على المرمى. يلا بسم الله بداية مباراة الأهلي والفتح، على بركة الله نبدأ. يلا الله يا سلام، هذاري هذاري هذاري، والحمد لله الدفاع والحارس عفوا الحارس يصدها يردها. هايلة روح سدد جول اسيست راح. يلا التسديد جول القائم القائم اكيد. والله كنت مخطط لها انها راح تكون في الزاوية الصعبة لكنها كانت اقوى بكثير. يلا التسديد والحارس يا الله. يلا مرر مرر هذاري هذاري، الحمد لله الحارس الحارس اسطورة في هذه اللقطة. هيلا جول لا القائم، ولكن الحمد لله. ارقص ارقص يا فراس. اخرجني يا جماعة، لماذا أخرجني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فزنا 1-0 معلش. أوكي، في 6 أندية مفاوضات جارية، سنحاول الانتقال إلى نورويش سيتي. أداء ضعيف من المدير، والله لن أقوم باختيار ولا أي شيء من هذا، أنا ضد المدرب أصلا. مباراتنا اليوم ضد نادي الخليج الذي يمتلك 34 نقطة، فريمد أساسي رفقة رياض محرز في رأس البريكان، وهذه هي التشكيلة. ليتس جو. فريمد جاهز لهذه المباراة، بالطبع سأقوم بتغيير شكلي، أنا يبدو وكأنه بوت. مدرب فاشل. 8.5 تقييم، نفذ تمريرة حاسمة، استعادة الاستحواذ 3 مرات. يلا بسم الله على بركة الله نبدأ هذه المباراة مشاهدينا الأفاضل. يلا باور شوت التسديد يا الله، كانت نوعا ما جيدة. يلا التسديد لا 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 لا، حذاري حذاري، شريف الجول سجل علينا شريف. يلا التسديد يا الله. يلا حذاري حذاري من الثاني، الحمد لله الحارس تفطن له.
واغلق كل المنافذ عليه. بالتسديد يلا فراس، فراس جول. بالله عليك ارقص، والله ما خلاها في خاطري يا جماعة. يلا سدد فراس جول، تمريرة حاسمة. يا سلام الحمد لله. ارقص لعيوني، ارقص يا فراس بليز. لا يرقص، مات. المهم رقص في الاولى. يلا هاي الجول، رياض ضيع او الحارس هو الذي صدها. بليز بليز يا محرز، اريد باور شوت التسديدة. يا الله لم تضبط معنا. يلا جول يا الله، مرت. لا 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 تعادل يا الله. يلا جول 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 جول. هذه احتفالية، لا أريد أن أصرخ لأننا في الليل. يا سلام، شكرا على هذه التمريرة، بارك الله فيك. الحمد لله، أركز في التدريبات على الإنهاء وعلى التمرير. التقييم 9.7. اغلق فمك يا مدرب يا فاشل يا غبي يا حيوان. لا يا محرز، لا يا محرز، لا تلعب يا محرز، لا تلعب يا محرز. واضح على خط المرمى. والله يضيع الوقت يا جماعة. يلا انهي المباراة. حققنا فقط مهمتين، التقييم وأهداف بتمريرات حاسمة. تم تسجيل هدف الفوز. نشارك التهاني مع من حولك. اضغط على نفسك لإتمام الأمر. خارج الديار لقضاء إجازة مع أصدقائك أفضل من زملائك. بكرة تندم جميل. ما زالت تفصلنا 3 نقاط عن صاحب المركز السادس. بالله عليكم كم تبقى للموسم؟ لا أكملنا الموسم. يا الله، الهلال ب75 نقطة متفوقا على النصر الذي يمتلك 70 نقطة. أوكي، جلسة تصوير مدعومة، تمام. تم استثمار المال، تمام. أصبحت لدينا 355,000 دولار أو أورو. قم بالاستثمار في علامة تجارية الملابس، يستهلك منا 188,000 أورو، تمام. لم نحقق الدوري مع نادي الأهلي للأسف. يلا، النوادي التي من الممكن أن ننتقل إليها، سأختار شتوتغارت. الانتقال إلى شتوتغارت. بالنيابة عن كل شخص هنا في شتوتغارت، نحن نشعر بالإثارة لنرحب بك في النادي. يلا التوقيع. فريمان، تم التوقيع على العقد بنجاح. هل في تقديم؟ أنا لأول مرة أنتقل يا جماعة الخير. تكاسلت على هذه السلسلة للأسف، لأن الدعم عليها والتفاعل ضئيل نوعا ما. لهذا عليكم يا جماعة الخير أن تدعمونا باللايك، وأهم شيء أنكم تشتركوا بالقناة لكي نصل إلى 200,000 أخ وأخت عن قريب إن شاء الله. تفاعلكم مع هذا الفيديو سيحفزني من أجل إنشاء العديد من الفيديوهات والمواصلة بكل تأكيد. يلا على أسطورة فريمد. شتوتغارت نادي ممتاز يا جماعة. رقم 11 مع نادي شتوتغارت، جيد. نعم، على أسطورة فريمد رسميا إلى نادي شتوتغارت الألماني، قادما نادي الأهلي. ودعا الأهلي، ودعا أيها المدرب الذي لا أريدك، الذي لا أشم حتى رائحتك. من الأخير يا جماعة الخير، أريد الانتقال لنادي القلب، نادي ميلان. إذا رسميا هذا هو شكلي الجديد في اللعبة مثل ما تشاهدون. الآن ننتظر مباريات ودية مثل ما تشاهدون. أولى المباريات ستكون أمام ولفرهامبتون. سنقوم بالتدريب يا جماعة الخير. إذن أنهينا التدريب. الآن مباراة ودية احتياطي في مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون، خاسرين 1-0. دخلت في الدقيقة 55. ليتس جو. أكيد بداية تكون كاحتياطي لأنك جديد يا جماعة، لازم تتدرب. يلا الأسطورة فريمد أحمد يدخل. التقييم 6.5، تسديدة واحدة على مرمى، استعادة الاستحواذ مرتين. يلا بسم الله على بركة الله. لا 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 لا، سرابيا يضيف الثاني. أول خسارة في أول ظهور يا جماعة. عذري الهدف الثالث أكيد. سرابيا يسجل الهدف الثاني أو الثالث. هكذا يا مدرب، خليني ألعب من هنا. البداية سيئة جدا، خسارة 3-0. الدفاع سيء، الهجوم سيء.
كارثة والله لك كارثة. ضربة جزاء حكم ضيعتها. والله كانت ضربة جزاء يا جماعة. اليوم عندنا مباراة ضد نادي مايوركا. دخلت في الدقيقة 56، النتيجة 0-0. يلا دعونا نرى ماذا يطلب مني المدرب. والله نسيت اسم المدرب. الأسطورة فريمد لاعب الأهلي السابق الجزائري فريمد يدخل الآن. 6.5 تقييم نجاح العرضية 10% وإكمال تمريرة حاسمة في ملعب الخصم. أعطيني كرة التسديدة والجول للهدف الأول ضاع. والله ما ضبطت، لم تضبط معي للأسف في الشديد. والله التحول من الدفاع إلى الهجوم سيء جدا، الهجمات المرتدة أسوأ من كذا ما فيش. والهدف الهدف الهدف والحمد لله الحارس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبرني. الأمور تبدو وكأنها سيئة جدا، أسوأ من نادي الأهلي بكثير وبمراحل. يبدو وكأنني سأندم. الحمد لله الحارس. يلا هايلة 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 هايلة. مرر مرر مرر. يا ويلتا عليك يا فريمد، راحت عليك. صدقوني لا راحت علي يا جماعة، رسميا أنا ضعت. نهاية المباراة، أنا ضعت رسميا يا جماعة.